أنا كارلا، ولكن قبل ما أعرفكم عن الكوب الخامس وكيف أتحضر، اسمحوا لي رحب بالمصمم اللبناني بودي ديب يلي حب أنه يعيد معنا الليلة. أهلا وسهلا فيك بودي. وبودي عم بيصمم لي كل البدلات يلي عم طل فيها، أكيد بالتعاون مع هولاند شاري بدانسينج وذ ستارز، فشكرا لك. مشاهدينا، عودة كل نجم لشريكته أشعلت المنافسة من أول وجديد. الأحد الماضي أماندا وصلت مع مارك للقمة بحلقة سويتش أب، والليلة راجعة مع نيكولا حتى يقدموا رقصة غير شكل. وغير الرقص والتمارين، حب نيكولا يعمل بابا نويل، فلوين أخذ أماندا؟ نشوف نحن وياكم بهالروبورتاج. قبل ما فوت على المسرح تحمست كتير. أنا بعرف شو سريعة جايف وشو صعبة، بس ما فينا ننسى الإيقاع. على كثرة الحماس بطلت عم بسمع البيت، صرت متاخد بالرقصة. نيكولا الليلي ما كان كتير موفق و23 بالمرتبة الأخيرة. وما كان بدي أوقف هالوقفة مع مادونا، على الحالتين كنت رح كون كتير زعلان. كان شيء كتير حلو هيك، كيف فجأة ضو الأدوية ورجعنا لأماندا. قلت لك فرجي، ما قلت لك طلعي أول. رجعت للحياة. سايد ورا فرونت جو. اللي بحسه بالسامبا ما بيشبهني، من حدا لين بخسره كثير. مو لحالك عم تلعب هلا هو، مش هيك، لا راوند، طلع برا وفكره. بدك تعملها تكليك مبكلة. تكليك؟ تكليك عليك انا. بتعرف شو؟ ما بدي اجيب لك هدوء على نويل. ايه؟ جيب علامات منيحه. اساسا انا اسمي نيكولا، وسان نيكولا هو بير نويل. اوكي. ما رح اجيب لك كادو، رح اجيب لك اكثر من كادو. العيد بالنسبه لإلي منه كادويات، على انه نفوت الفرحه والبهجه لقلوب العالم والناس. اليوم بعيدا عن الرقص، بما انه انا اسمي نيكولا، حبيت احس شوي بجو العيد. واحد ما بحس بجو العيد الا ما يكون عم يعطي. انا اليوم مير نويل، مش بس عم ساعد نيكولا بالرقص، رحنا مع بعض على الاس او اس كرمال نوزع للولاد كادويات. لما طلعت الفكره اول شخصين اجوا على راسي هن ماجي ووسام. ليك شو جابت لك ماجي يا الا؟ ليك ليك الكادو يا شو حلو ماما. واو. انا بقول بدي اعطي كادو هلا. لا مين حنان؟ يلا رجعوا لنا اياهم بعدكم. لما اعمل لهم حركه صغيره عم شوف هيك عم بيضحكوا، بحس انه قدمت لهم طاقه حلوه ايجابيه وما بينسى هالولد بحياته. ليلة عيد ليلة عيد الليلة. شو بيعني لكم العيد؟ لأنه ولدي سعدني حلو صاحب العيد. أهم شيء المحبة والسلام، العالم يصيروا فرحانين. شو حلو إنه نكون فاهمين معنى العيد أكثر من البهرجة. عندك معلمة غيرك. صار في غيرك يا أماندا. في ناس كتير بالدنيا عندها كل شيء بس مش مبسوطة من جوا، وفي ناس كتير أشياء محرومة منها وهي سعيدة وبتشكر الله على كل شيء وبتضل مبسوطة وبتضل تضحك. أشنوس. صار لي هون من عمر 7 سنين، يعني بيطلعوا شي 11 سنة. نيكولا وماجي ووسام أنا هيك شخصيا بحبهم، وهالزيارة لإلهم أكيد خلينا نضلنا مبسوطين. أتمنى أكيد ميلاد مجيد، والكل يفكر إنه في غير عيال ما عندهم حدا يعطيهم كادو، يروح يزورهم بس. هلا ظاهر معي قوة كتير كبيرة. بدي أرقص كتير منيح عند الجمعة وما فوت دانجر زون تيكون أحلى عيد قطع علي. في السامبا نيكولا مزهر وأماندا أبي راشد. Santa Claus, girl, I'm begging you, don't be mad at me. I forgot it's Christmas and you're all so hard to try to please. Ay, 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 it's Christmas and I don't know what to do. Ay, 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 it's Christmas and
and I don't have a gift for you. I can give you high, high, high. All you need is high, high, high. Un poquito high, high, high. On this Christmas night, yeah. Girl, pretend my arms are like shiny big red balls wrapped around your kisses underneath the magic mistletoe. Girl, my gift of love is coming from the heart. Peace on earth, goodwill to all starts right here where we are. Everybody sing, ay, 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 it's Christmas and I don't know what to do. Ay, 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 it's Christmas and I don't have a gift for you. I can give you, ay, 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 all you need is, ay, ay, ay. Un poquito, ay, 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 on this Christmas night, yeah. نيكولا وأماندا ميري كريسمس. عاد عليك وعليك إن شاء الله دايما هالابتسامة بتضل على وجهك وهالعطاء اللي عندك إياه بيضل كمان موجود. خلينا نشوف أنا وياك شو رح يكون رأي لجنة التحكيم مع ليدي ميرا. أي 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 يا نيكولا. يعني أي سامبا أي على رومبا هلا بالبدايه بتعمل كوكتيل لعيد الميلاد. يعني خبصه شوي كانت البدايه كثير مهضومه التمثيل بس بعدين عم اقول لك يعني صرت هيك سامباي هيدي مش سامبا سامباي ميكس صار في ميكس يعني شو بدي اقول لك ميري كريسمس ويلعاد عليك ميرسي بيضحكني مهضوم وشو شكرا ميرا ميري جمله وسام سيم تو يو حبيبتي مازن نيكولا يعني يمكن كان ميرا عم جرب تقول لك انه هالرقصه ما كانت شارب قد سكاكين جزين ما بيزبط سكاكين ليك خلينا احكي اون جنرال كل رقصه خاصه مثل السامبا انه جاي من بلد وعندهم ثقافتهم كثير معلمه وقويه وبراسنا بنشوفهم كيف هن حتى شو ما عم يعملوا بتحسهم عم يرقصوا هن عم يحكوا عم يرقصوا يعني شيء جاي من جوا لبرا بيعيشوا هالحاله وهالثقافه وهالهاي من جوا لبرا بيعيشوها الله خليلهم هالثقافه انت ايه انت كنت عم بتأدي الحركات هلا صحيح رقصت بس ما كان في الاحساس المطلوب الصحيح اللي بدنا نشوفه شكرا مازن دارن نيكولاس ذا وان جيف سانتا Claus forgot to give you was the gift of rhythm. It was completely flat, and you really could have done with that tonight. It was so flat, it was as flat as a minutiae. It was, there was no bounce. It just didn't, it just sort of went, this step, what's this one? This one with their arms like this. It was like, not your best dance. And there's not been many. I know. Shame, but great fun. Thank you. Thank you, Darren. Thank you. بس هد نيكولا هدي هول شوي حبيبي بدي ترجم له هالحركه اللي عملها طيب اوكي ترجم تفضل بده يفل لا اصبر كثير الميكرو اذا بابا نويل نسي يعطيك هديه وحيده ممكن لازم كنت بحاجه لها بهذه السهره هي الايقاع فرقصتك كانت مسطحه مثل المنقوشه مصطلحات شوف مصطلحات ورجع حكي عن هيدي مش عم يفهم شو هي قال هو كان نايم على الواقف هو هيك بيقصد فيها. ربيع. نيكولا شو بدك فيهم أصلاً تعليقاتهم قاسية كتير. خليني. نيكولا سكر دينك. نكتة الموسم هيك. يعني هلا اليوم أكبر دليل إنه ليلة عيد الميلاد هو كلامك. هيدي عيدية. هلا الحلو. الحلو انك مرتاح بهالرقصة شكرا ربيع المش حلو انك مرتاح كثير بهالرقصة لدرجة انه عم ترقص على طريقتك ذكرتني قطشي ب ذا ماسك حاضروا الفيلم معلوم ولو اكيد هلا ماشي ناسي الايقاع انتبه مبسوط اكيد وعم ترقص بس ما كأنه ماشي حده للايقاع يعني عم جرب اسبق رقصت بس ولا مرة قدرت القط انك
ماشي مزبوط على البيت. ثانيا يعني في خطوات كلها منا معقوله مزبوط، يعني سامبا رولز عملتها انتو عم تبرم، بدك تحرك الابر بادي تبعك مش تضلك. انا حاسس انه ابو عجقه رجع. بدي اقول لك شيء، انا معلق صرت راقص كثير لاتن يعني، ورقصت شي اربع ما عم يعني ما كثير عم بلاقي حالي باللاتن، مع انه بيقولوا اهين بس انا عم بحس حالي على ستاندر، فلنشوف. ليك بقول لك شغله، اهم شيء اهم شيء انه يلي عم يتفرج عليك وبشوفك عم ترقص بينبسط انه يتفرج، هيدي ما في شك فيها. انا بقول شكرا ربيع، بس افتكر انه الحق عليكم شوي بمطرح، قد ما ضعفتوه لنيكولا مش عم يقدر بقى يهدي البنطلون، فجينا هيك كل الوقت لاحقوا. ما بقى في خسر اصلا. تفضل نيكولا لعند كارلا لنشوف شو رح يعطوا علامات لجنه التحكيم بعد هالاراء يلي حكيوها عن رقصه نيكولا. اهلا وسهلا بنيكولا واماندا، ميري كريسمس. اهلا فيك، ينعاد عليكم. عليكي نيكولا، شو كيف معنوياتك من بعد ما سمعت عن لجنه التحكيم؟ والحمد لله وصل لك شيء هدية حرزيني من بابا نويل السنة؟ لا السنة ما كتير يعني، ما ركزت على الهدايا، بس عن جد كانت يمكن أكبر هدية أني رحت على SOS وشفت هالفرحة عند الأولاد كلهم، فعن جد شيء كان شيء كتير مميز السنة. أكيد منشكر ماجي أبو غصون أكيد، ووسام صباغ وأماندا كمان، وسام صباغ وأماندا، وإن شاء الله دايماً عاملي الخير يكونوا أكتر وأكتر، وهيدا هو هدف الأساسي من العيد، ونتذكر دايماً نعمل خير. نيكولا، بعد في هديتين، هدية رضا وهدية مادونا، في ثلاثة، ثالثة هدية علامة الجمهور. وريم. أنا أصلاً عم بن سليم كرمال وسام. عرفت؟ يلا ما فيك تنسي ريم بس. هلا ريم بتعرف إنه أنا بحبها بس عم بتسأل على وسام. تفضل، تنقي تنشوف هدية مين؟ شو ريم 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 ريم؟ تفضل فرجينا. خلاص اختار. هدية مين؟ رضا. رضا وينك يا رضا؟ يا رضا وينك؟ شو الهدية؟ فرجينا نيكولا شو طلع لك بالبوكس. رضا رضا، انا بدي اقول شغلة عن جد، رضا اول ما جينا على البروجرام قلت له انه هو كان حدا ايدل لي بالفوتبول، وعن جد كنت يعني بس كان يلعب كنا نحضر نحن وصغار انه خي رضا عنتر عم يلعب، فعن جد بدي اقول له انه عن جد بحبه، وعنا حلم كلنا اللبنانيه انه عن جد يصير عنا فريق فوتبول هيك يمثلنا برا ويكون لقدام، فيلا اكيد. ونحن بنفتخر برضا وبكل وفيك كمان وبكل الاشخاص يلي عم بيقدموا صوره لبنان بشكل جيد. رضا شو بتعني لك هالتيشيرت؟ اكيد هيد جيرزي، اول شيء انبسطت كثير انه نيكولا اخذها لانه بعرفه قد ايه بحب الفوتبول وكان يشجعني. هذا الجيرزي صار عمره ثمان سنين لما كنت بألمانيا لعبت مع اف سي كولون، يمكن ايفانا ايفانا هون كومي بليز. شو الوضع؟ ايفانا ايفانا كوريوغرافر معنا بدانسينج وذ ذا ستارز وهي المانيه. شو واتس جوينج اون؟ ايفانا از جيرمان، يا شي نوز هاو بيج از ان امبورتنت از ذيس كلوب اف سي كولون. بدك تعطيها الميكرو بس ريدا كمان. Really big, it's a really massive club. And لعبت سنين معه وهذا السنين بأوروبا لعبته، فحبيت أعطيك شيء لأنه كل فريق لعبت فيه كنت خب الجيرزي له، فهذا جيرزي من الجيرزي اللي لعبت مع الفرق بأوروبي، حبيت أعطيك إياه. واو شكرا لك ريدا، مبروك الهدية نيكولا. تنشوف هلأ علامات لجنة التحكيم إذا متأثرة بالطقس برا أو بحرارة الجو على المسرح. ريدا فيك تعطينا الميكرو لو سمحت. إليكم علامات لجنة التحكيم. مازن كيوان، تأثر بالحرارة برا 6، حرارة أعلى من 6 يا مازن 6. ربيع نحاس 5. دارن بنت 5.5. مثل ما شايفين سانتا كلوز بعده عم يتمختر على البلاتو، يعني فجربوا تعرفوا مين هو وبعثوا تقديراتكم على تويتر. 22.5 جمع نيكولا. اذا بتحذروا مين هو بير نويل؟ شفتي بير نويل شو بحبنا؟ عن جد بير نويل عم يتمختر، نيكولا بعثوا الليله بس كان لازم تجي قبل بسنتين يا زلمه. نحن اكيد عن جد نحن اكيد بدنا نطلب من المشاهدين جربوا يحذروا مين هو هيدا سانتا كلوز. بنطلب منهم يصوتوا لي لانه الليله شكلنا
العلامات يعني بالأرض وبرا الجمعة. فأنا بوعدكم لجمعة الجاي عن جد رح شدها، بس أعطوني بعد one more chance. بس خلينا نضيف المجموعين على بعضهم نيكولا لحتى نشوف بأي مرتبة بتكون. 23 22 ونص 45 ونص، وانت بالمرتبة الخامسة لحد هلا. Thank you. مش بس العلامات انزادت على علامات هالسهرة، الأصوات كمان، لأنه الأسبوع الماضي مثل ما بتعرفوا ما استبعدنا حدا. حابين تكملوا دعم نيكولا رقمه DS12، ودوا هالرمز SMS على 1087. ولأنه اليوم عيد ضعفوا الأصوات حتى ترجعوا تشوفوا نيكولا على هالمسرح مطلع السنة الجديدة. وهلا بيبقى معنا كوبلين ورقصتين. الممثل بديع ابو شقره راجع وناوي ينتزع الصداره برقصه الجايف بعد ما استرجع شريكته ساندرا عباس. وعارضه الازياء التونسيه العالميه تختم المنافسه برقصه امريكان سموث بمشاركه الرائس الانجليزي المحترف مارتن رايكرافت. وعن مارتن ما في غنى. وهلا بريك ومنرجع لكم لتكمله سهره دافيه مشوقه حماسيه ميلاديه، ودائما من دانسينج وذ ذا ستارز رقص النجوم.